مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. شرح اليوم هو على الآيفون 15 تحديدا عن طريقة إلغاء الاقتراحات عند المشاركة. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. طبعا هذه الاقتراحات مزعجة جدا وبعض الأحيان تعمل لك إحراج، فالأفضل أن تلغيها. إلغاء جدا سهل من الإعدادات، راح ندخل من داخل إعدادات الآيفون 15 نلغي هذه الاقتراحات. في البداية لو عندك أي ملف وحاول تشاركه راح تظهر عندك هذه الاقتراحات. لو دخلنا على الواتساب وعندي هذه الصورة إذا حبيت أنه أشاركها مثل ما تشاهدون، أو طبعا أي ملف مشاركة راح تظهر عندي هذه الاقتراحات. طبعا هذه إذا قاعد يعني في مكان راح يعرفون أنت لمن تراسل. فالطريقة أنه تتخلص من هذه الاقتراحات أنه نروح على الإعدادات. من الإعدادات راح ننزل إلى الأسفل إلى سيري والبحث، راح تظهر عندك هذه الصفحة. راح تدخل بالأسفل على خيار إظهار عند المشاركة تقفله، وإظهار عند الاستماع أيضا أقفلها. والآن لو غلقناهم والآن راح نرجع على نفس الصورة في الواتساب أو أي شيء، وهنا نشاركها مشاركة. راح تشاهدون هذه الاقتراحات اختفت. فهذه الطريقة الوحيدة حاليا حتى تخفي هذه الاقتراحات. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.